السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش اللايك والشير ودعمونا من فضلكم. دلوقتي هنحلل لكم فيلم جديد ظهر في الأيام اللي فاتت اسمه في الظل، ان شادو. الفيلم ده فيلم ماسوني ظهر اليومين اللي فاتوا، هنبدأ نحلله لكم تحليل منطقي ومقنع غير التحليلات اللي موجودة التي لا تمت للواقع بأي صلة. بيبدأ الفيلم بظهور القمر، والقمر رمز من رموز الماسونية، والتأكيد ان ده قمر بشكل الهلال. القمر ده بينقسم لثلاث دوائر مضيئة اللي هي بتشير الى رموز الماسونية، إخاء، المساواة، الحرية. وتبدأ، وطبعا رمز العين، عين الشيطان، اللي هو رمز اصيل من رموز الماسونية، وبيظهر المكعب الشكل السداسي او رقم 6 في الماسونية. طبعا عارفين الستة، تلات ستات ده رمز الماسونية. وبنبدأ الفيلم، بيظهر اسم الفيلم شادو. هنشوف لقطة لقطة ونحاول نحللها معاكم تحليل منطقي. بيبدأ بناطحة سحاب بينفصل الطابق العلوي بتاعها. الطابق العلوي ده اللي هو مقرهم الأساسي، اللي طبعا ست أعمدة، احنا شايفين ست أعمدة دايما، وبيخرج منه الفكرة اللي هي زي المربع ده المكعب، الفكرة اللي هي أفكار الماسونية بقى اللي بتحاول يسيطروا بيها على البشر عموما ويبقوا عبيد ليهم. السيطرة طبعا عن طريق الإنترنت، الإعلام، شبكات التواصل الاجتماعي، طبعا كل الناس بيسيطروا عليهم، موظفين تحت ضغوط الحياة، رجال أعمال، كل الناس بلا استثناء يتم السيطرة عليهم، رجالة، ستات. بتنطلق الفكرة زي الرصاصة تخترق المخ، ويبدأ ما يحسوش الناس بالوقت، وينقلب حالهم ويفرغ مشاعرهم، ويلبسوا القناع ده بقى. القناع ده اللي هو الشخصية اللي احنا بنتقمصها دايما في شبكات التواصل الاجتماعي، ما هي شخصياتنا أصلا اللي بنظهر بيها، وبنبدأ بقى نعيش بيها في شبكات التواصل الاجتماعي، في اللعب والرقص، كل حاجة في زي ما انتوا عارفين. هما بيبدأوا بياخدوا الطفل من أول ما يتولد، بالتركيز على تغيير معتقداته، التطعيمات والحقن نفسها اللي بياخدها من مصانعهم. يبدأوا يفرغوا من راسه الأفكار والقيم اللي اتربى عليها ويربوهم هم. شايفين أساتذة الماسونية بيرموهم بقى في العالم الجديد، عالم العنيف، يلاقي الطفل نفسه أفكار العنف دايما في راسه. طبعا العنف والحروب ديت اللي هم مفيش حد بيستفاد منها، المحركين ليها اللي بياخدوا المال، والتانيين بيرجعوا في التوابيت. شايفين السياسيين والإعلاميين كله مسيطر عليهم، الماسونية مسيطرة عليهم سيطرة تامة، كل كلمة كل حرف بيتقال مدروس. طبعا نشوف عقول الأطفال والشباب بيركزوا عليهم، عن طريق التمثيل، العري، الرقص، سيطرة. حتى التلفزيون والسينما مسيطرين عليها سيطرة تامة. إخراج، حتى المخرج أفكاره مش هو اللي مبدعها، لأ ده المسؤولين هم اللي بيقولوا له فكر إزاي. ونبقى كل الناس شايفين طبعا، تعلق بالتليفون، الإنترنت، شبكات التواصل الاجتماعي، حياتهم كلها عايشينها في شخصياتهم طبعا اللي هي بالقناعة دي، رسائل نصية، ألعاب ببجي، ألعاب عادية، سيلفي، جنون التصوير، طبعا برامج التصوير، برامج التيك توك، الرقص، كل ده، الموضة والأزياء، التكنولوجيا بكل أنواعها، الموضة بكل أنواعها، الرقص بكل أنواعه، العري بكل أشكاله وألوانه، تفكير السيدات والرجالة كله. الست تفكر في العري ان ده يوصلها
للنجومية، الرجالة طبعا مظهر، كل واحد بيفكر نفسه ان هو بقى فنان نجم لوحده، عنده قناته وعنده شعبيته الناس تشاور عليه، وده هدفهم الاول والاخير ان هم كل واحد يبقى لوحده اسير معتقداتهم هم بس. احنا بنشوف هنا رمز الخنزير وهو محبوس، ده معناه ان الناس بتبعد عن الاكل الطبيعي وبيبداوا ياكلوا بقى الخبابيش، الحيوانات الغريبه، كلاب، دم، الحاجات الحيه. ده طبعا ليه رمز من رموز الانسانيه الشرير. بعد كده بيظهر بقى المرض او كورونا، يعني هتشوفوا كمان مشهد المستشفيات مليانه ناس، طبعا ده ما حصلش الا في الايام ديت. طبعا الدول بتحاول تظهر العلاجات، بتبيع العلاجات اللي هي بتخترعها عشان تستفاد من وراها، والمستفيد الاول والاخير منها كبار، يعني كل دول بيتحكم. ناس طبعا بتجري على الادويه دي تشتريها، ناس بتعمل من وراها اموال ضخمه، فكل واحد بيبقى عنده. حتى الدكاترة اللي بيخترع مصر بيبقوا قتال أو يتقتل، إن هما المهم إن هما اللي يبقى معاهم كل خيوط اللعبة، حتى المرض، كل شيء، ما يهمهمش بقى يجيبوا الفلوس. طبعا الدولة بتاخد من الغلبان، من الفقير، الجيش، تسليح الجيوش، والجيوش طبعا والحروب معروفة، معروفة، مفيش حروب تانية في العالم موجودة غير عندنا في المنطقة العربية. اللي بينتج عنها غسيل الأموال طبعا معروف. غسيل الأموال ده باين يعني في أمريكا وأوروبا عشان مكاسب السلاح الجبارة دي زي ما انتم شايفين. طبعا بيسيطروا على البشر سيطرة سلاحية، نشوف حتى الفضول الناس ما يقول لك ما فيش لدينا حاجة، اللي هم الدول الكبرى مش لدينا حاجة، وأي حد يعترض طبعا معروف العرب هم وراهم ذهب بياخدوهم منهم، طبعا موضوع عبيد ليهم، دي أفكارهم عن العرب، هم عايزين يستعبدوهم مجرد إن هم أداة. ده التفكير ان الشباب ما يفكرش غير في العرق، الجنس، في اللعب، في الاغاني، الراب، وده اللي بيحصل فعلا الحقيقي. الصراعات بقى بين الدول الصغيره وبعضها، بين العرب وبعضهم، وتكميم الافواه، طبعا ده اللي بيحصل في العرب حاليا. طبعا بيفكروا انهم مسيطرين، طبعا اللي مسيطر وفوت اللعبه في ايديهم كلهم المسؤولين. بيعبدوا الشيطان دايما، هو اساس اللعبة. طبعا تشوف دلوقتي تغيير الانظمة او تغيير الرؤساء بيتغيروا عادي، مجرد صورة شكل منظر بس، بيتغير منظر، فهم الاساس، ان هم كل اللي بيحصل ده هم اللي وراهم، بيقودوا الزعماء اللي هم الهيبة والشكل، شكل ومنظر بس، هم اللي بيقودوهم. طبعا بياخدوا الاطفال بعد ما عيالهم اسرهم تتشرد، يبداوا يدخلوهم في حروب كمرتزقه، طبعا بيبتعد عن كتاب العائليه، كل واحد في العالم بتاعه كده على شبكات التواصل الاجتماعي كلنا تفكيرهم بقى هو تقسيم العالم طبقات، وهم يكونوا اعلى طبقه في وطن يجيبوا بشاره والمباراه بتحصل حرب كبيره بين الدول العظمى، الدول العظمى ممكن تكون الصين وروسيا، الصين وامريكا، المهم ان هيبقى في حروب كبرى. هتشوف دلوقتي السلاح بين الشرق والغرب، طبعا معروف نتيجة الحروب دي هدفها ايه، تشريد الاسر، تهدم البيوت، تشريد الاطفال زي ما انتم شايفين،
هيحصل انهيارات اقتصادية زي ما انتم شايفين كده، انهيارات اقتصادية كبرى بسبب الحروب ديت. طبعا اللي بيحاولوا يخرجوا عن افكارهم يقتلوه او يموت، لازم تبقى السيطرة ليهم السيطرة التامة ليهم. ويكون طبعا هيحصل شكلها انهيارات. اي نظام بيتغير هم عادي، هو مجرد انظمة اشكال اقنعة بتتغير وهم مسيطرين عليها بالمال والبترول. كل انظمة مسيطر عليها بالعملات العادية، العملات الرقمية، البترول. المهم ان كله شايفين اي حد بيحاول يخرج عنهم بيقتلوه. دلوقتي هيظهر مقطع تاني يكتب لك سيطرة الشيطان من بداية الحديث. دلوقتي مقطع أو ما ده اللي هو عايزينه، يبدأوا السيطرة على الإنسان. هما الشيطان مسيطر عليه من بداية الحديث، هي رمز بداية الحديث عندهم. وهنشوف دلوقتي رمز الشيطان هو رمز الماعز الشيطان، وبيسيطر سيطرة تامة على قلوب وعقول البشر منذ آدم وحواء. شوفوا دلوقتي مشهد لآدم وحواء والشجرة الخلد والزمن اللي بينتهي بشكل ساعة زمنية، وهي شجرة الخلد اللي هي مذكورة في كل الكتب السماوية. طبعا نزل عن اي مشاهد غير لائقة لان ده مقدرش نقطع منه، هو نزل الحياة كاملة. شوفون كده الزمن مهما يعدي يكون الشيطان مسيطر عليهم تحت نظره. طبعا ده رمز العين، رمز رمز العين، طبعا دي رمز النفس. الفيديو ده جاب بعد فيديو طبعا الماعز الاليف اللي انتوا شفتوه في فتره، وطبعا الناس كلها حللته ونتمنى يكون التحليل ده يكون اقرب للمنطق ويحترم عقولكم احسن من افضل من التحليلات اللي احنا سمعناها كلها ما كانتش بالمستوى. نتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، والى اللقاء في فيديوهات اخرى وتحليلات اخرى ان شاء الله. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. سلام والى اللقاء.